أطفال لا يتجاوزون 12 عاماً فضلوا قضاء أجازتهم الصيفية وشهر رمضان المبارك في عمل جاد بأحد مصانع الكنافة والقطائف استثماراً لأوقات فراغهم وشغفاً بتعلم حرفة تنفعهم. الواحد لازم يتعلم من صغره اللي هو يشتغل ويدير على قرش، ما عمره ما الواحد يتعلم وهو كبير، لازم هو صغير. أنا بخلص مدرسة مثلاً هم بيجوا واحنا بنخلص مدرسة وبنيجي على هنا كلنا بنلم بعضينا وبنيجي. بروح المدرسة وداخل تاني اعدادي، انا حابب وانا صغير اشتغل واعمل راجل. داخل تالت اعدادي، انا باجي في الاجازة هنا بشتغل وبتعلم صنعة كلنا يعني بنيجي نتعلم صنعة. عندي 19 سنة وبدبلوم وبشتغل في الاجازة هنا في مصنع عرفة وحابب اتعلم الصنعة كنافة ولطايف. ولسه امتحنت وخلصت ولسه النتيجه ما بقتش وناوي اشتغل هنا على طول. صنعه يعني حلوه اتعلمها. انا اساسا انا اساس العجين، يعني انا اللي ماسك الليله كلها، يعني بدايه العجين للصينيه اللي ورايا اللي شغاله دي. طبعا ببشر العجين، بعجن وببشر العجين، العجين بيستوي طبعا ينزل على الشغل على طول. سر العجين ميه ودقيق، ميه ودقيق بس. هنا لازم الصينية تشتغل بسمنة عشان تزفر الصينية عشان الفتلة ما تلزقش في الصينية، تعمل فاصل بين الصينية ما تقفش في الصينية. والقطايف بتبقى عبارة عن خمير عجين منه فيه، بس احنا بنعجن العجين دوت بنخمره بيخمر بنضيف عليها عجين حلو مش خمران. بعد كده اسعار زيادة بسيطة بس مع زيادة الخامات، يعني الكنافة السنة دي سعرها 11 جنيه، القطايف 12 جنيه، الجلاش 11. المصنع بنفتح 12 ساعة، يعني بنفتح فيه في 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 وردية صباحية، ودلوقتي وردية صباحية بس مفيش وردية مسائية، من 8 ل 8 بالليل. الشباب عشان يقدر يشتغل معاه، يقدر يتحرك كده ويتحرك كده، يقدر ياخد على يعني يقدر يتحرك معاه في الشغل. لكن واحد كبير مش كله، في الولاد الصغيرين عشان يطبقوا يعملوا له هو القطايف لموا القطايف، والشباب التانيين بيشتغل على الكنافة في وقت الأجازة، كله عايز يشتغل، فما بمنعش حد ياخد شهره بيتكل على الله.